السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سبا من مدرسة فيتشر باينيرز. ازيكم يا حلوين؟ النهاردة عندنا حرف جديد اسمه حرف الفاء. اسمه حرف الفاء. حرف الفاء ليه صوت؟ طبعا ليه صوت. حرف الفاء صوته ف. حرف الفاء صوته ف. طب يلا بينا دلوقتي نتعرف على طريقة كتابة حرف الفاء. حرف الفاء دايرة صغيرة فوق السطر، وسنة صغيرة فوق السطر. أمشي أمشي على السطر واطلع تاني وفوقها نقطة تاني. حرف الفاء دايرة صغيرة فوق السطر، ليها سنة صغيرة فوق السطر. أمشي أمشي على السطر وأطلع تاني وفوق راسها نقطة. طب يلا بينا دلوقتي نتعرف على أشكال حرف الفاء. حرف الفاء ليه شكلين. أول شكل حرف الفاء وهو منفصل. حرف الفاء وهو منفصل بالطريقة اللي لسه قايلالكوا عليها، دايرة صغيرة فوق السطر، ليها سنة صغيرة، أو ممكن نقول ليها لأ رقبة صغيرة فوق السطر. نمشي بيها شوية شوية على السطر ونطلع تاني وفوق راسها نقطة. ده أول شكل من أشكال حرف الفاء، ده شكله هو إيه؟ منفصل. طب يلا بينا دلوقتي نشوف شكله هو متصل. حرف الفاء شكله هو متصل، دايرة صغيرة فوق السطر، ليها رقبة صغيرة أو نقول ليها سنة صغيرة فوق السطر، فرد إيديها على السطر، فرد إيديها على السطر. طيب يلا بينا دلوقتي نتعرف على كلمات حرف الفاء. فاء فراشة، فاء فراشة. فاء فيل، فاء فيل. فاء فرشاة، فاء فرشاة. فاء فأر، فاء فم، فاء فم. كلنا طبعا عارفين الفم، ده الفم بتاعنا، فاء فم. فاء فأر، فاء فقر. فاء فرشاة، فاء فرشاة، ودي اللي بنغسل بيها أسناننا. فاء فيل، والفيل طبعا زي ما كلنا عارفين حيوان ضخم وموجود في حديقة الحيوانات. فاء فراشة، فاء فراشة. طبعا كلنا بنشوف الفراشات في فصل الربيع على الورد. يلا بينا دلوقتي نتعرف على حرف الفاء مع الحركات القصيرة أو الأصوات القصيرة. أول حركة فاكرينها من الأصوات القصيرة كانت إيه؟ ها مين فاكر؟ الفتحة. فاء فتحة فا، فاء فتحة فا، فاء كسرة في، فاء كسرة في، فاء ضمة فو، فاء ضمة فو، فاء سكون ف، فاء سكون ف. طبعا ما ننساش فاء فتحة، فتحنا فمنا واحنا بننطق حرف الفاء. فاء كسرة، كسرنا فمنا واحنا بننطق حرف الفاء. فاء ضمة، ضمينا فمنا واحنا بننطق حرف الفاء. فاء سكون ف، وقفنا صوت حرف الفاء. طيب فاء فتحة زي كلمة ايه؟ فاء فتحة فراشة، فاء فتحة فراشة، فاء فا فراشة. شفتوا فتحة فبني ازاي وانا بنطق؟ فاء فتحة فا فراشة. فاء كسرة،
فيل، فاء كسرة، في، فيل، فاء ضمة، فرشاة، فو، فو، فرشاة. شفتوا ضميت فمي ازاي وانا بنطق حرف الفاء؟ فاء، فاء ضمة، فو، فرشاة. يلا دلوقتي نفتكر تاني حرف الفاء كان بيتكتب ازاي. قلنا دايرة صغيرة ليها رقبة صغيرة أو سنة صغيرة، نمشي بيها شوية شوية على السطر ونطلع تاني فوق السطر، وفوق راسها نقطة ما ننساش. يبقى خدنا النهاردة حرف الفاء، صوته ف، صوته ف. كلمات حرف الفاء: فاء فراشة، فاء فيل، فاء فرشاة، فاء فقر، فاء فم. وبكده يا حلوين نكون خلصنا حرف الفاء. أشوفكم على خير بإذن الله بحرف جديد. إلى اللقاء.